والبداية أعلنت الجمعية الفلكية بمدينة جدة السعودية على حسابها في تويتر أن سماء مكة المكرمة والكعبة شهدتا اليوم الأحد حدثاً فلكياً هو الثاني من نوعه هذا العام، وهو تعامد الشمس الثاني والأخير على الكعبة المشرفة هذه السنة 2018. وعزت حدوث الظاهرة إلى عودة الشمس ظاهرياً قادمة من مدار السرطان متجهة جنوباً إلى خط الاستواء، وتتوسط خط الزوال ويختفي ظل الكعبة وقت أذان الظهر الساعة 12:27 ظهراً حسب التوقيت المحلي. وقد أكدت الجمعية أن هذه الظاهرة الفلكية تعتبر من الطرق القديمة التي استخدمت في تحديد اتجاه القبلة بطريقة بسيطة وفعالة، وهي لا تقل دقة عن تطبيقات الهواتف الذكية في الوقت الحاضر. وبعد حملة موقع تويتر الشرسة على الحسابات المزيفة والمسيئة وتناقص الأعداد بشكل كبير على حسابات المستخدمين، أشارت نجمة البوب كيتي بيري إلى أن عدد متابعيها على تويتر انخفض 2.8 مليون مستخدم، أي نحو 2.6% من إجمالي متابعيها البالغ عددهم 107 ملايين، إذ تعد النجمة الأكثر متابعة على موقع التغريدات. والغريب أنه على أساس النسبة المئوية الحساب الأكثر تأثراً بين أفضل 100 هو حساب شركة تويتر الرسمي، والذي اختفى 12.4% من متابعيه بين عشية وضحاها. وإلى الرياضة وتحديداً مع كرة المضرب، حيث ودعت نجمة التنس العالمية سيرينا ويليامز البطولة التي خسرت لقبها أخيراً أمام الألمانية أنجليك كيربر، وقالت إنها مجرد البداية. ويليامز برغم خسارتها حققت إنجازاً كبيراً بالوصول إلى نهائي ويمبلدن للمرة العاشرة في تاريخها، بالرغم من معاناتها من متاعب ما بعد الإنجاب وخضوعها لأكثر من جراحة للعلاج.